تتمرن، تشتغل، تتعب، تلاقي، غير كده مفيش. كان هذا شعار منتخب مصر لكرة القدم للمطورين ولاعبيه وقائده محمود عبد العظيم توفيق الشهير بالراقص بالعكاز قبل خوض بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها في تنزانيا من 26 من نوفمبر حتى 6 من ديسمبر المقبلين. تحديات عديدة وأهداف وطموحات يحملها لاعبو منتخب مصر للكرة بالساق الواحدة على عاتقهم لتحقيقها بالإصرار والعزيمة إلى جانب دعم الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وهو ما أكده محمد جاد عضو اللجنة المشكلة لإدارة كرة القدم للمبتورين والمسؤول عن إدارة شؤون اللاعبين. بدأت كرة القدم بالساق الواحدة في عام 2017 بتسعة لاعبين فقط حتى وصلوا إلى 140 لاعبا في الفريق من جميع محافظات مصر الآن، ممتلكين الشغف للرياضة الأكثر شعبية. بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في تنزانيا في 26 من نوفمبر المقبل تضم 18 دولة إفريقية، وسيتم الاستعداد لها بإقامة معسكرات بدنية وذهنية مكثفة للاعبين لتحقيق أحلام وإنجازات مصرية ورفع علم مصر عالية والتأهل للمونديال. لما نتكلم عن التحديات وان في ناس عندها اصرار وناس عندها عزيمه تقدر ان هي تحقق نجاحات رغم اي صعوبات عندهم، يعني ما بنقولش ده من فراغ، احنا بنقول ده بواقع موجود وعايشينه. فقرتنا دي هنتكلم عن نموذج يعني زي ما بتقال كده تخطى الصعوبات دي فوق الخيال. انا بتكلم بجد مش ببالغ. خلينا نعرف القصه بالظبط ونرحب ونتكلم عن منتخب مصر لكره القدم بالساق الواحده او للمبتورين المتاهل لبطوله افريقيا. منورنا حقيقي. انا هبدا بكابتن محمد جاد عضو مجلس إدارة كرة القدم مبتورين. صباح الفل. صباح النور. أهلا. ومحمود توفيق لاعب وقائد الفريق، وأنا بقول له حودة لأن حودة أصلا صديق، يعني منورنا حودة وفخورين بيك بجد. أنت طيارتك النهاردة أنا عارفة. أيوة. لسه كان بيقول لي بس هو ما قدرش يتأخر أكيد عننا وعن حضراتكم. خلينا نبدأ بقى ونتكلم. معلش أنا هبدأ مع حضرتك كابتن، يعني احكي لنا الرحله، لان احنا مش قصه في نقطه النجاح دلوقتي، لا، في وراها شغل، وراها مجهود، وراها كواليس، حابه ان احنا نعرفها من حضرتك. هي الرحله بتاعتهم هم بدات بقى لها 3 4 سنين او اكتر كمان، من اول اللقطه بتاعت محمود لما رقص بالعكاز. أيوة. تمام. وابتدى فكره ان هو يبحث ورا قصه ان لا ده دي رياضه وليها كيان وليها اتحادات والكلام ده كله، وابتدى انه يكون من اوائل الناس اللي عايزين يبقوا مؤسسين للرياضه دي في مصر. تمام. وابتدى يلم من حواليه مجموعه من اللاعبين او اخواته بقى دلوقتي اللي ابتدوا يمشوا مشوار طويل، واجهوا فيه صعوبات كتيره جدا. وكان معاهم المهندس خالد عبد الحفيظ، هو مسؤول عنهم اداريا وامن جدا بالفكره بتاعتهم، واحنا ابتدينا نشتغل معاهم خلال الشهر ونص اللي فاتوا. لما انتهت الاولمبياد وانتهت فعاليات البارالمبيك، واتجهوا للدكتوره حياه خطاب اللي كانت مؤمنه جدا بيهم، رئيسه اللجنه البارالمبيه ومعالي الوزير. هي كانت ضيفه معانا فعلا واتكلمت قد ايه هم عندهم الحماس ده بنفسها. يعني بالظبط، هو الحماس ده واجه صعوبات كتيره قوي خلال الاربع سنين اللي فاتت، بس بتوجهات من معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي تم تشكيل لجنه جوه اللجنه البارالمبيه مسؤوله عنهم، والحمد لله قدرنا ان احنا في خلال شهر يكون عندهم راعي يسبورت الفتره اللي جايه، استاذ محمد عادل حسني. تمام. وهو المشرف العام على المنتخب لاعداده في بطوله افريقيا مؤهله كاس العالم. هايل جدا، حلو جدا الكلام ده ومبشر اللي حضرتك بتقوله يا كابتن محمد. ممكن ابدا معاك بقى حموده او كابتن محمود، ومعلش يعني لو تسمح لي، طبعا السؤال ده اكيد اتسالته قبل كده بس انا هتكلم لان اول مره جمهور 10 الصبح بيشوفك معانا. السبب اصلا الاصابه كانت ايه يا محمود؟ اولا انا بصبح على حضرتك وبصبح على جمهور الاهلاويه في قناه النادي الاهلي. انا الاصابه كانت حادث سير وانا عمري 6 سنوات. فقدت في رجلي اليمين بعد ما عملت 9 عمليات وقعدت فيهم سنتين في المستشفى.
بعد كده الحياة بالنسبة لك كانت عاملة ازاي، وفكرة التحديات وانا عايز اكون بطل، يعني اللقطة طبعا بتاعتك الشهيرة وانت بترقص بالعكاز دي قلبت الموازين خلينا نقول، بس انت من قبلها برضو شغال على نفسك يعني. هي الموضوع بعد الإصابة اختلف تماما، لان انا كان عندي حلم وطموحات كبيره قوي، ان انا زي اي طفل صغير كان نفسه يبقى يمارس حياته بشكل طبيعي، يلعب رياضه. كنت بحب الكوره جدا، كنت شايف نفسي ان انا هبقى لاعب كوره كبير، بس شاءت الاقدار ان جبت لا ربنا الجميل ليا بالاصابه والبتر، وحمدت ربنا وقلت ان انا هكمل حياتي، والاصابه والاعاقه مش هتوقفني مش هتوقفني في اي شيء، يعني سواء دراسه او تعليم، سواء ان انا ابقى شخص ناجح او شخص عليه مسؤوليه كبيره مجتمعيه، ان هو يبقى حافز لجميع زملائه من ذوي الهمم. واخدت مراحل سنيه مختلفه، وبعد كده اكتشفت ان انا لينا رياضه رسميه، ليها كاس عالم وليها كاس امم افريقيه، وبس ما كنت حابب ان انا ابدا الموضوع بشكل احترافي بقى، احترافي يعني اللي هو لا عملت دعوه على الفيسبوك نشدت فيها شباب اللي تنطبق عليهم شروط اللعبه، لان احنا لعبتنا ليها شروط وقواعد. لعبتنا لعبه سباعي، 6 لعيبه وحارس مرمى، حارس المرمى بيبقى مبتور الذراع، واللاعب بيبقى مبتور او عنده اسره في القدم. لعبتنا من شوطين، كل شوط 25 تغييرات مفتوحة، كمان ما عندناش تسلل في اللعبة، اللاعب ممنوع يلمس الكرة بالعكاز، والحارس ممنوع يخرج من البوكس بتاعه. زي ما قلت لعبتنا ليها كاس عالم. بشكر معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي باستثناء لجنة كرة القدم لأصحاب القدم الوحدة. بشكر دكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البرلمانية على دعمها الكبير لينا، وإن هي سبورت جامد جدا في ظهرنا. وبشكر الأستاذ محمد جاد إن هو آمن بينا وآمن بحلمنا، باشمهندس خالد عبد الحفيظ اللي دايما داعم، والجند المجهول اللي دايما داعم لينا وكل زملائي في الفريق وفي كل منتخب مصر. كمان حابب اشكر الاستاذ محمد عادل حسني الراعي لمنتخب مصر اللي هو هيبقى سبورت لينا واحنا رايحين بطوله امم افريقيه، ووعدنا ان هيبقى في ماتشات وديه دوليه استعدادات لبطوله افريقيا، لان بطوله افريقيا عندنا مؤهله لكاس العالم 2022 في تركيا ان شاء الله. بنتكلم عن 18 منتخب برضو كابتن محمد، 18 يعني منتخب. الاسبوع اللي فات تم التقسيم من الاتحاد الافريقي للكلاسيفيكيشن على رؤوس 4 مجموعات تمام، وهم ساعتها حطوا كومنت احنا مش مهم هنبقى في انهي مجموعه، احنا هنرجع بالكاس باذن الله. ايوه تمام، فهي ده وعد منك اهو دي الروح اللي احنا بنشتغل بيها، ان احنا عايزين نرجع بالكاس فعلا. الاهتمام الاعلامي من حضراتكم ومن قنوات فضائيه تانية ده دورنا يعني هو ده شيء يعني. بصراحه يعني بقت حاجه مبهره دلوقتي ان الاعلام بيهتم بالرياضه ان جنرال في تحويلها من ان هي مجرد مشاهده لمنتج، علشان يقدر المجتمع المصري كله مش هقول بقى يتعاطف، يسبورت ويدعم. حضرتك اتفرجتي على البرومو اللي معمول لبطوله اوروبا اللي انتهت من اسبوع، ليفاندسكي هو اللي بيعمل احسن لعيب في اوروبا، يعني واحد من احسن لعيبه العالم هو اللي بيعمل البرومو لبطوله اوروبا. الملاعب في تركيا، محمود محترف في تركيا، فالملاعب في تركيا 70 و80 ألف واحد واقفين بيتفرجوا في منظر مبهر بمعنى كلمه مبهر، ان الناس بتشجع. فيعني احنا عايزين نوصل للمرحله ده في مصر، احنا مش عايزين نوصل بطولة افريقيا او نكسب بطولة افريقيا او نوصل بطولة العالم، احنا عايزين نعمل زي ما العالم كله بيعمل، احنا عايزين تبقى مصر رائده على المستوى الافريقي والشرق الاوسط. تغيير في الرؤيه نفسها على الارض يعني بالزبط. ده اللي حضرتك بتتكلم فيه بالزبط. مش فكره بس بطوله اروح احصل عليها او كاس احصل عليها، هي دي البدايه اللي احنا بنعملها دلوقتي كمشوار، وبعدين عايزين يبقى في كيان اتحاد مصري منبثق تابع للاتحاد الافريقي للاتحاد الدولي، بطولات دوليه. هو زي ما محمود قال ان الراعي بتاعهم وعد ان هيبقى فيه ماتشات وديه، واحنا بنخاطب دلوقتي البرازيل والارجنتين وروسيا وايطاليا، طبعا دي
فيها رياضه، فيها اقتصاد، فيها تسويق، فيها اعلام. بس احنا ماديا جاهزين. جاهزين فكره الكوفيد يعني كل حاجه، الاجراءات كل حاجة. احنا جاهزين 50-50، 50% الدوله قايمه بدورها من خلال وزاره شباب رياضه واللجنه البارالمبيه، 50% من خلال الرعايات، فاحنا جاهزين. حلو جدا. طيب هروح مع حضرتك برضو لسيناريوهات تانية علشان نبقى مطمنين. احنا خلاص ان شاء الله البطوله دي بتاعتنا يا محمود. ان شاء الله لو حصل احنا ما عرفناش نلعب الودي ده، الماتشات الوديه اللي احنا بنأملها، في بلان بي برضو ما بلان بي؟ هم داخلين مجموعه من المعسكرات. اول واحد انترنال هيبدا الاسبوع، يعني خلصنا واحد وهنبدا اللي هو اللي صفينا فيه واخترنا قوام منتخب كويس، هيبدا واحد الاسبوع الجاي، بعدين يطلعوا يريحوا 3 4 ايام تانيين، بعدين يدخلوا واحد تاني، بعدين يطلعوا يريحوا، بعدين هيبقى الفاينل الاخراني يتم فيه الماتشات الوديه. واحنا يعني باذن الله باذن الله مش هنوصل لمرحله ان احنا ما نقدرش نستضيف دول، خاصه ان احنا عاملينها كانفيتيشن، مش بنقول لهم ادفعوا ولا اعملوا، احنا بنقول لهم تعالوا نستضيفكم هنا، وان شاء الله يكون احتجاج قوي ليهم يعني ومفيد. حلو جدا. محمود بقى كلمني اكتر عن استعدادات كنتوا كلاعيبه، يعني انتوا بينكم وبين بعض واضح ان انت ليك تاثير برضو كبير جدا على الزملاء او اللعيبه اللي معاك، ودي حقيقه على فكره، معلومه انا عارفاها يعني. فكلمني ازاي بتستعدوا حتى مش بس فنيا، نفسيا، النقطه دي برضو مهمه، يعني كواليس بقى اللعيبه مع بعض. انا معايا الكابتن سيف سلامه، الكابتن الثاني للمنتخب، هو دايما سبورت معايا وداعم، ودايما بحسه سندي وظهري. انا الكابتن الاول وهو الكابتن الثاني، مفيش فرق ما بيننا، ما بنشوفش مين الاول ومين الثاني، بنشوف مصلحه التيم ومصلحه المنتخب. ومعانا كمان كابتن عبد الله مصطفى الكابتن الثالث، هي بالترتيب، واحنا ثلاثه دايما بنشتغل مع بعض عشان نطلع اقصى ما عندنا ونساعد الشباب ونساعد زمايلنا في المنتخب. بس زي ما قال مستر محمد جاد، احنا حلمنا ان يبقى عندنا اتحاد، حلمنا يبقى عندنا دوري، امنيه حياتي. انا يمكن انا اول لاعب محترف مصري في الدوري التركي، لعبت الانديه بورساسبور، لعبت النادي بلديه ازمير، خدت معاهم برونز دوري وبرونز كاس. بس انا حلم حياتي ان انا ابقى كابتن في النادي الاهلي. انا معروف ان محمود مشجع اهلاوي من الدرجه الاولى، مشجع اهلاوي عادي. فانا حلم حياتي ان النادي الاهلي يعمل فريق لكره القدم لاصحاب القدم الواحده. رساله بوجهها للكابتن محمود الخطيب، كابتن بيبو، اللي هو قدوتي ومثلي الاعلى في كره القدم في مصر وفي العالم كله. انا نفسي يا كابتن بيبو ان انا ابقى كابتن النادي الاهلي لكره القدم لاصحاب القدم الواحده. نادي الاهلي اعظم نادي في الكون، ونفسي يبقى هو داعم لينا. كابتن محمود الخطيب رساله واخد الاسبقيه يعني في رساله. اتسال في برنامج من البرامج، نفسك تحترف فين، تنقل الاحتراف بتاعك من تركيا لاوروبا؟ ليفربول ولا مانشستر سيتي؟ فرد راح قال له النادي الاهلي. قال له ايه؟ قال له النادي الاهلي. احنا محتاجين ان النادي الاهلي يعمل فريق لكره القدم، ساعتها جنب الفرقه المتشكله دلوقتي هتتشجع بقيه الانديه وهيبقى عندنا دوري قوي. صحيح ده، وده بيحصل كتير، الاهلي بيبقى سباق في حاجات بصراحه وبتتكرر بعد كده يعني. باذن الله ده ممكن جدا. انا هو ده اللي انا كنت الرساله اللي كنت حابب اوجهها لكابتن محمود الخطيب. احنا عندنا نجوم بجد، عندنا لعيبه. وبرضه رساله للنجوم العالميه، كابتن محمد صلاح، كابتن محمود حسن تريزيجيه، كابتن نني، احنا ونجوم الدوري المصري، كابتن قفشه، كابتن محمد الشناوي، كابتن عمرو سرايا، كابتن حمدي فتحي، كل نجوم النادي الاهلي، يا جماعه ادعمونا وشجعونا، احنا نستاهل تشجيعكم، احنا نجوم. انا مشبهني بفخر العرب كابتن محمد صلاح عشان عندي السرعه والمهاره. عندنا لعيبه، كابتن عبد الله شيكا مهاجم في صندوق، كابتن زاهر، كابتن سيف سلامه ده بيقولوا عليه كاسياس مصر، الاخطبوط زي ما بيقولوا، حارس مرمى على اعلى مستوى، حارس مرمى مصر الاساسي. عندنا لعيبه جامده جدا. صحيح. محتاجين تشجيع. نفسي ورساله حابب اوجهها للنجم الجميل تامر حسني، نفسي يعمل لنا اغنيه لبطوله امم افريقيا اللي جايه. كل دي احلام وطموحات بحاول انقلها من زمايلي. تستحقها والله يا محمود انت وبقيه اللاعبين. ربنا يخلي حضرتك. يعني لا بجد احنا
لعبة كرة القدم لعبة العالم كله بيشجعها. لعبة كرة القدم بجد بجد يعني أول حقيقية يوم يعني. أول يوم راحوا في المركز الأولمبي تمام، ودي كانت يعني هما برضو مش قادرين يستوعبوا فكرة ان هما محطوطين جوه حضن الدولة. المركز الأولمبي ده اللي هو مركز إعداد المنتخبات القومية المصرية صحيح. تمام، فهم وجودهم جوه حسنهم حسسهم بان هما عارف لما حد يعمل كده أيوة. احنا موجودين أول احنا تمرين الدعم بالظبط. أول تمرين كله وقف التمارين بتاعته، حتى الناس اللي واقفة في البيوت بيتفرجوا وبيصوروهم وهم بيلعبوا، لأن هو العقل مش مستوعب فكرة أنت إزاي بتلعب. يعني احنا في لقطة المحمود تمرينة معرفش هي موجودة ولا لأ، لياقة هو بيجري بالعكاز وبعدين بينط، وبعد ما بينط بيعمل سبرنت، وبعد ما بيعمل سبرنت بيلعب كرة بدماغه اللي هو انت ازاي بتعمل كده. اه يعني مش عايزين يعني نقر على مننا، مش هنقر يعني ان شاء الله. لا ما شاء الله عليك يا محمود، فعلا متألق جدا وانت محبوب جدا على فكرة، وانت بتعمل تتكلم عايز دعم من اللعيبة، انت اللعيبة كلهم صحابك صح ولا غلط؟ هو صح، بس لما بنشوف بره في اوروبا ان ليفاندوفسكي دعم مش بشكل بس على مستوى الصداقه يعني، دعم بشكل احترافي بالظبط، شكل بدعم بشكل احترافي اكتر زي ما قلت حضرتك، لويس فيجو، كافو، روبرتو كارلوس، متبنيين اللعبه بره، دييغو ارماندو مارادونا الله يرحمه يعني، برضو دعم رياضه كره القدم لاصحاب القدم الواحده. انا لعبتنا لعبه شعبيه، لعبتنا كبيره جدا. لو حضرتك شفتي نهائي امم اوروبا بين تركيا وانجلترا وقد ايه استاد فودافون بارك مليان، 70,000 مشجع تقريبا بجد، ما كانش بتحس المشهد اختلف عن 2020 تماما، المشهد رهيب. عندنا احلام وطموحات كبيره، بس اللي مطمني ان احنا معانا ناس امنت بحلمنا، باشمهندس محمد جاد، باشمهندس خالد عبد الحفيظ، الاستاذ محمد عادل حسني اللي بجد اول ما اتكلم معاه الاستاذ محمد جاد قال له لعيبه بجد، جه اتفرج ما كانش مصدق، قال الناس دي بجد، لو اتعمل اول ماتش دولي بجمهور، ونفسي قناه النادي الاهلي ان شاء الله تبقى تذيعه، حاجه جميله، حاجه تدعو للفخر. وانا بوعد الشعب المصري كله ان احنا رايحين بطوله امم افريقيا مش رايحين نلعب على حته التمثيل المشرف، احنا رايحين نلعب على المركز الاول، وهنجيب المركز الاول لمصر، وباذن الله تبقى البوابه لنهائيات كاس العالم 2022 في تركيا ان شاء الله. ان شاء الله، وانتم بمجهودكم هتظهروا وهتاخدوا مكانه، لان خلي بالك في الاول وفي الاخر انا اللي بفرض نفسي اكيد، فادائكم يعني اللي بتعملوه باين، وكمان ان شاء الله لما تتوجوا ببطولات اكتر ده هيفرض نفسه، هتفردوا نفسكم على الساحه، وان شاء الله هتحصلوا على كل اللي انتم بتتمنوه بجد يا محمود، لان انتم تستحقوه حقيقي. اكيد، وحابب برضه اوجه شكر كبير للجهاز الفني، كابتن اسامه حسن وكابتن سمير عبد العزيز وكابتن عماد والدكتور محمد خيري، معانا الجهاز كامل متكامل موفره لنا الاستاذ محمد عادل حسني، بصراحه ناس على اعلى مستوى. هنشتغل هنتعب والتوفيق من عند ربنا، وان شاء الله بنوعد مصر كلها بالبطوله ان شاء الله باذن الله. هتيجي معانا هنا بعد ما ترجع ويبقى ايه الكاس معاك، حلو كده، ده وعد 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 ان شاء الله لحضرتك. كابتن محمد انا هختم حضرتك برضو بكلمه لجماهير الاهلي، ومش هقول بس بقى جماهير الاهلي، المصريين كلهم، لان انتوا رايحين تمثلوا مصر في الاول في الاخر طبعا. هو زي ما محمود قال باذن الله، هو اول سته بيتاهلوا دايركت لكاس العالم في تركيا في شهر 6 تمام، بس احنا رايحين نلعب على البطوله، بنوفر الامكانيات، احنا زي وصلنا للنقطه ديت، دي حاجه مهمه جدا. محمد عادل حسني ده الراعي للبطل احمد اسامه الجندي، صاحب فضيه اولمبياد طوكيو، اعلى انجاز في الست ميداليات، الميداليه بتاعت الخماسي الحديث، بس هي الفكره انك انت ازاي توصلي النقطه لحد يثق فيكي فيشوف نتيجه. أيوة. فكان سهل جدا ان انت تدي له نموذج تاني يمشي وراه، فباذن الله احنا بنوعد مصر كلها ان باذن الله نحقق نتيجه كويسه بطوله امم افريقيا تخلينا ننافس في كاس العالم ان شاء الله. بشكرك كابتن محمد جدا، بشكرك نجمنا بقى محمود توفيق، وباذن الله كل التوفيق ليك فعلا. ربنا يخلي حضرتك. شكرا لحضرتك. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم، هينضم ليا كريم وكابتن حشيش، خليكم معانا.